صوت العرب من القاهرة. كل القصائد بحرها وزن وأفكار، أي اللحوم مقامها لحن وأوتار. أشعار على الأوتار، فيض القصائد والفكر، أتر الضياء إلى السحر، دوح المشاعر للنغم، عزف القلوب على الوتر. أشعار على الأوتار، أشعار على الأوتار مع أحمد مبدي. ورابع علي، لمسات هندسية بأنامل ذهبية. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من أشعار على الأوتار، والتي نتعرض فيها لقصيدتين من أشعار الشاعر محمود أبو الوفا، وهو شاعر من جماعة أبولو. هي القصيدة الأولى عندما يأتي المساء من ألحان وشد ومحمد عبد الوهاب، والقصيدة الثانية هي أحببتها من ألحان أحمد صدقي وشد محمد قنديل. عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر، اسألوا لي الليلة عن نجمي، متى نجمي يظهر؟ عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي، اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي؟ كل نجم راح في الليل بنجم يتنور، غير قلبي فهو ما زال على الأفق محير. يا حبيبي لك روحي، لك ما شئت وأكثر، إن روحي خير أفق فيه أنوارك تظهر. كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا، لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي. هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي، فأغني وحبيبي والمنى بين يدي. هذه أولى قصائد الشاعر محمود أبو الوفا، والتي نتعرض لها في هذه الحلقة، وأسعد بضيفي الناقد الأدبي الكبير دكتور مدحت الجيار. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين، ونبارك لك النجاح الباهر في مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. شكرا جزيلا. وبالناقد الموسيقي المتميز الأستاذ أشرف عبد الرحمن. أهلا بحضرتك. تسلم أستاذ أحمد، سعيد باللقاء النهاردة. يا أهلا وسهلا مع دكتور مدحت. شكرا جزيلا. يعني سعدت كثيرا بلقاءات كثيرة معه، واستفدت كثير على فكرة الشعر، لقاءات بين تفعيل الشعر وتفعيلات المقامات الموسيقية. حتى الدكتور مدحت لما كان بيحل القوافي والوقفات وحاجات زي كده، أنا بعمل في رسالة الدكتوراه جزء العلاقة بين العروض الشعري والعروض الموسيقي. كملها بقى، ودور أشعار على الأوتار في هذه. لفت نظري لأشياء وحروف معينة يجب أن تخرج من مخرج معين، فده خلاني أعيد النظر في الجزء اللي أنا عامله في الرسالة بتاعت الدكتوراه. ده ما يسعدني. يسعدني والله. نستمع إلى مقدمة عندما يأتي المساء وأربعة أبيات، أم نستمع إلى الأغنية كلها؟ نستمع للمقدمة الأول، لأن مقدمة فقط. على ان فيها حاجات كتير هنتكلم عنها، لان الاغنيه دي اتعملت سنه 38، وهنشوف عبد الوهاب كان في قمه التطور انه يستخدم لاول مره ايقاع اسمه الرومبا، ايقاع غربي، ويستخدم الات غربيه زي اله المراكاش اللي هنسمعها دلوقتي. ونسمع بس المقدمه وبعدين نعلق. الزميله ربيعه علي الى المقدمه الموسيقيه لقصيده عندما ياتي المساء. Thank you.
المساء ونجوم الليل تنصر عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنصر اسألوا للليل عن نجمي متى نجم يظهر عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي كل نجم راح من الليل بنجم يتناور غير قلبي فهو ماذا آل على الأفق محايل. أستاذ أشرف عبد الرحمن النقد الموسيقي، وهذه المقدمة الرائعة واللحن الرائع لمحمد عبد الوهاب، من أي المقامات؟ هو مقام الرصد. نعم، مقام الرصد طبعا مقام شرقي أصيل معروف وإحنا اتكلمنا عنه كتير، ولكن الأضافة اللي أضافها عبد الوهاب هنا البداية بآلة العود. طبعا هذا التسجيل هو التسجيل الأساسي كان في فيلم، لأن هذه الأغنية من أغاني الأفلام سنة يحيى الحب سنة 1938. نعم، وهو غنى في فيلم يحيى الحب يا دنيا غرامي وعندما يأتي المساء وأحب عشت الحرية ويا وابور قول لي رايح على فين. نعم، فهذا الفيلم كانت هذه الأغاني، حتى الإيقاع في يا وابور قول لي رايح على فين اللي كان بيستخدمه قريب من إيقاع الرومبا هنا، كنت هسأل اللي هو السؤال. نعم، اللي هو بيستخدم فيه عايز صوت القضبان. نعم، اللي هو صوت القطر هو هنا. بقى عبد الوهاب أما أدخل العود كآلة شرقية على مقام الرصد وبعدين يدخل الرومبا، اللازمة الموسيقية بس استخدم فيها الرومبا، جه في التمهيد دخل في الشرق بتاعنا عادي جدا. نعم، يعني هو مجرد بومبونية كده جميلة في وسط اللحن بيحطها لنا ويبدأ يدخل برضو في الشرق. التجارب اللي هي عملها عبد الوهاب في العشرينات، يعني سنة 28 أما عمل مثلا مونولوج أهون عليك ودخل الفالس في الجزء اللي هو كان عادي عادي في الهوى ترام ترام. نعم، كان قالوا ان هو اخده من فيردي وبتاع وحاجات زي كده. نعم، فكان عبد الوهاب في هذه الفترة كان متأثرا بالاسلوب الغربي. نعم، فادخل كثير من الايقاعات وكان هذه الايقاعات يوظفها بشكل يتمشى مع اسلوبنا الشرقي، دل على كده انه اختار مقام الرصد اللي هو بيأثر فينا وفي نفس الوقت بيستخدم آلات غربية ولكن آلات إيقاعية زي المراكش زي ما قلنا، وهي ظاهرة جدا اللي هو تشك 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 اللي هي في الظاهرة في اللازمة الإيقاعية. وبعد كده بدأ يغني كأنه ريستاتيف اللي هو بإيه بتطريب وإيقاع ما فيش إيقاع، إيقاع بسيط، وبدأ عندما يأتي المساء وكأنه يشرح حكاية ويصور لنا النجوم والليل من خلال الغناء. نلاحظ حتى هنا في مخارج ووقفات عبد الوهاب ووقفات غير تقليدية. نعم، مخارج الحروف واضحة جدا جدا. التسجيل ده فيه حليات أكتر من التسجيل اللي عمله في الفيلم، لأن كان صوته أيامها كان يعني كان لسه أخضر شوية، كان صوت حد من كده. على عبد الوهاب مر بمراحل في صوته كثيرة جدا وبرضه في التلحين. نعم، فهنا لهذا التسجيل عبد الوهاب بيعمل عرب
اكثر، بس هناك كان صوته اكثر صفاء يعني، يعني هنا مميزات وهنا مميزات. نعم. لكن برضو هذا يشكي وهذا يشكي. نعم. يعني احنا تحدثنا كثيرا عن موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وهو غني عن التعريف وعن الحديث عنه وعن حياته والحانه، ولكن الشاعر محمود ابو الوفا يعني شعره ومكانته في الشعر العربي تحتاج الى بعض الكلمات التي نستوحيها دائما من ناقدنا الادبي الكبير دكتور مدحت الجيار. اولا وانا اعرف تماما انك ستعرج على الموسيقى. نعم. كعادتك. نعم. يعني نتماس مع دكتور اشرف. الحقيقه انا يعني شغوف بان اوضح للساده المستمعين انه الملحن حينما يختار نصا من داخل ديوان لابد ان يتاكد المستمع ان الموسيقي نعم بذل مجهودات خارقة حتى يختار نصا قابلا للتلحين. نعم. وقابلا للتلحين بصوت هذا المطرب بالتحديد، لان الالفاظ والصيغ والاساليب التي يمكن ان ترتبط باسلوب او بصوت عبد الوهاب يمكن الا تتفق مع صوت مطرب اخر. نعم. محمد انديل او كريم محمود. نعم. ولهذا بنجد انه الاستاذ عبد الوهاب بيختار هذه القصيده وهو يعلم ان فيها بعض المطبات. على سبيل المثال حينما يقول متى نجمي يظهر. نعم. هناك يآل. نعم. اتتا متتاليتين. نعم. وبالتالي هناك صعوبه في النطق جدا، لان المفترض انه الياء الاولى ساكنه لانها ياء الملكيه. نعم. ويظهر ياء مفتوحه لانها بدايه المضارع فعل المضارع. نعم. في صوت عبد الوهاب ممكن يحصل اغلاق للجهاز الصوتي. ولهذا بنجده يضغط على الياء الاولى وينطلق للثانيه وتبقى واضحه جدا في التسجيل. لا وبعدين دكتور مدحت عمل سكته، هي السكته دي بقى نجميه ويقف يظهر، ما يقدرش يعملها على بعضها. اه ما يقدرش يعني حتى الجهاز الصوتي ما يقدرش. ليه بقى؟ احنا عندنا في اللغه العربيه التضعيف. نعم. يعني الحرف المضاعف. نعم. المشدد عباره عن ايه؟ عباره عن حرف، حرفين يعتبر حرفين، حرف وحرف. آه. هم بينضغطوا ضغطه كبيره جدا. نعم. لكن الاولى متحركه والثانيه ساكنه. نعم. قول من هو ساكنه متحركه. فهنا اذا كانت يان واحده ضمير ملكيه واحده بدايه مضارع يكون من الصعب جدا انها تاتي بسلاسه، وبالتالي هو عمل كوبري كده يعني عباره عن سكته خفيفه. وهذا يعني ايضا ان هذا الرجل تعلم من القراءات القرانيه. نعم. وهو ما يسمى باستلاف النفس بين الاصوات في قراءه القران الكريم او في التوشيح. نعم. او في الغناء المحتاج عرب ومحتاج بذل مجهود. هذا امر. الامر الثاني حقيقه احنا لاحظنا حتى في صوت الاستاذ عبد الوهاب انه بيجي مع القوافي يجد انها صعبه جدا. قوافي ولفه صعبه. يعني ساكنه وفي نفس الوقت فيها حروف مرهقه للجهاز الصوتي. زي مثلا انه لما يكون المخرج هو الهاء. نعم. وتحطه جنب الظاء. ظاء ها يظ هر. لا مرهق للجهاز الصوتي. لانك بتاتي لمخارج قريبه وبتلعب عليها بتختنق الاداء. نعم. لكن هو متمرس ومتبكي. وهذا الامر يضيف الى عبد الوهاب شيء اخر، انه حين يقرا وحين يختار وحين يلحن يتوسل بكل ثقافته. ولهذا كيف يؤدي اداء عربيا كمشايخ الغناء العربي كمشايخ الموشحات ومشايخ التواشيح ثم يأتي بلحن غربي. حتى أن الأداة التي استخدمها عالية الصوت يحكي الإيقاعية. نعم. إيقاع الرومبا على المراكش. نعم. يا الأستاذ عبد الوهاب نفسه حكى قصة تسجيل هذا اللحن. نعم. وقال إنه فعلا هذه الآلة الأوروبية كانت لأول مرة تستخدم
أول مرة فعلا في تلك الفترة، أول مرة في الموسيقى العربية، بالموسيقى العربية، وأنها كانت عالية جدا لدرجة غطت على بقية الأدوات اللي تعزف. وبالتالي هو يقول الله إن جينا بطانية ولفنا إيد الراجل اللي هو ماسك الآلة وبدأ يعمل المركز وناس بتبقى المركز يعني وساب حتة بسيطة جدا يخرج منها الصوت، فخف صوت المركز، فقدر يا عبد الوهاب يدي بقى للآلات الأخرى فرصة إنها تظهر بالظهور تتوازن. ليه؟ لأن هو عمل إيقاع آخر بأدوات إيقاعية أخرى. أيوه. فلما يعمل إيقاع شرقي وكمان حتى دي إيقاع غربي ومع بعض في نفس اللحظة، لا ده تركيب نسميه احنا في اللغة أو في المجاز ده خيال مركب. نعم. يعني عبد الوهاب يعني فظيع. لا هو حضرتك كده شوقتنا إن احنا نسمع المقدمة الموسيقية مرة أخرى ونعود ونعاود الحديث عن محمود أبو الوفا كشاعر متميز من شعراء يعني يعتبر جماعة أبولو انضم لها. هو حقيقة الأستاذ أبو الوفا من جماعة أبولو صحيح، لكن حقيقة كان مضطهدا. نعم. يعني نسمع المقدمة بداية. دكتور مدحت تفضل الحقيقة عن محمود أبو الوفا. الأستاذ محمود أبو الوفا رحمة الله عليه كان شاعرا من شعراء الرومانتيكية العربية، والرومانتيكية العربية في مصر كان مقرها ومركزها والمشرف عليها إما جماعة الديوان الأستاذ العقاد ورفاقه أو جماعة أبولو الأستاذ أحمد زكي أبو شاد ورفاقه. وكلاهما يعني العقاد وشادي شهد معارك لا حصر لها حول الشعراء كثير، لكن الدكتور طه حسين كان قاسيا الحقيقة على هذا الجيل. وعلى محمود أبو الوفا بالذات، وعلى أبو الوفا وعلى علي محمود طه وعلى إبراهيم ناجي. إلى درجة أنه الأستاذ ناجي والأستاذ عبد الرحمن شكري يعني كفى عن كتابة الشعر فترة طويلة. حتى تكلم مرة أخرى الدكتور طه حسين وقال أين هذان الشاعران؟ لماذا لا يعودان إلى كتابة الشعر؟ فهبط من المحل الأرفع إليه وأوصله بعض ما كان. أما محمود أبو الوفا حقيقة بالقياس إلى شكري وبالقياس إلى بقية شعراء الرومانتيكية هو أقل قدرة. وأقل قدرة لأنه يعني يكتب وكأنه لا يبذل مجهودا. تلقائي، وهذه التلقائي أحيانا تشي بالسطحية. كأن الشاعر يكتب يعني من فوق الوش كما نقول. ولهذا حقيقة احنا بنجد القوافي مثلا عند أبو الوفا مضطربة. بنجدها يعني ما بيختارش قوافي سهلة النطق. وأيضا بنجد انه القصيدة كلها أولا قصيرة، القصيدة كلها طبعا من بحر مبتسق، إنما يعني ليس فيها يعني سحب الخيال التي نتعود عليها في النص الرومانتيك، خيال الجامح والطبيعة الجامحة وما زال. هو من مواليد مركز أجا محافظة الدقهلية، وحاول أن يتم تعليمه في الأزهر لكنه لم يوفق. واشتغل لكي يعني يتقوت من عملي أو يأكل من عملي. هذه الظروف القاسية وخاصة أيضا قبل ذلك الإصابة في ساقه، هل كل هذه الظروف جعلت حياة وشعر محمود أبو الوفا يقترب من الشكوى الدائمة؟ يعني أولا ربما نقول شعراء الأزمة زي عبد الحميد الديب، زي شعر البؤس، كان يطلق على عبد الحميد شعر البؤس، وهذا رجل شعر الأزمة. نعم. وإذا تصفحنا هذا الديوان أو غيره
سنجده يعتني بالمناسبات أكثر من اعتنائه بالكتابة الشعرية في الحالات الشعرية. وكان ذلك السر الخفي وراء اضطهاد طه حسين له. لأن طه حسين كان يكره شعر المناسبات ويكره شعر المجاملات ويكره شعر وهذا ويصفوه بالسطحية ويصفوه بالعرضية ويصفوه بعدم الصدق إلى آخر. نعود إلى النص الذي بين أيدينا سنتعرض لإفضل. أريد أن ألقي فقط جملة واحدة. أن صاحب إخراج الأعمال الكاملة لمحمود أبو الوفا متأخرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. لأنه كان على صلة في فترة قديمة من حياته بالشاعر محمود أبو الوفا في فترات الضنك والحياة الصعبة التي عاشها المرحوم الرئيس السادات. وبالتالي حين أقول هذا شعر الشكوى فالرئيس الراحل الحقيقة كان وراء إعادة جمع هذا التراث الشعري في أعمال كاملة طبعت في دار المعارف. وأعتقد هذه القصيدة 77 كتاب أعتقد. نعود إلى عندما يأتي المساء وعروضيا وبعض معاني الكلمات والأخيلة فيها. يعني أنا حقيقة عشان برضو ألعب تنس طاولة مع الدكتور أشرف فأقول يعني أنه بحر كامل الحقيقة من البحور القديمة جدا في الشعر العربي وهي من البحور أحيانا التي تتحول إلى رجز. بمعنى أن حين أقول متفاعل فأنا لدي حركات كثيرة جدا في التفعيلة. هذا بالنسبة لقصيدة أحببتها لكن هذه فاعلات من حن المرء ولهذا يبعد الشعر كثيرا عن هذه التفعيلات ويتجه ناحية التفعيلات التي تهتم بالتفعيلات القصيرة أو الحركات الصوتية. مجزوء البحر مثلا والإخوة بقى الرومانتيك يشتعلون إعجابا ببحر الرمل. أو ما شابه وعبد الوهاب أيضا معظم قصائد عبد الوهاب من بحر الرمل. لا ما عبد الوهاب مش هو اللي بيختار البحر يعني عبد الوهاب بيتعجبه الفكرة الكلمات وموسيقى الموضوع ومعظم قصائد عبد الوهاب من بحر الرمل. يعني أنا أعتقد أن بحر الرمل محبب جدا إلى شعراء الرومانتيك. وأعتقد أيضا أنه فيه يعني فيه براح أنه حركة ساكنة حركتين ساكنة حركة ساكنة فيه براح ويمكن تعكس التفعيلة تقطعها نصين تشيل جزء منها تحوله لتفعيلة تانية إلى آخر. الأمر الثاني أنه حقيقة التركيب الأسلوبي للنص بسيط جدا ولهذا بنجد أنه الأستاذ عبد الوهاب بينتهز فرص صوتية ليخرج طبعا إمكاناته الضخمة جدا من خلال يعني اللي كان بيشير إليه الدكتور أشرف من فترة أنه كل الحروف اللي بننطقها لها ميزان صوتي لها مدى زمن إلا بعض الحروف اللي مداها الزمني بيرتبط بقدرة المؤدي عليها وطول نفسه. أنا حتى لاحظت عبد الوهاب في كلمة تنصر النون وتركيزه على حرف النون مثلا وقفت عبد الوهاب اسألوا الليلة اسألوا لي يعني حتى هنا حروف اللام خطف التفعيلات برضو صعبة. عن نجمية نجمية حتى التشكيل الأخير اللي هو الشدة في الآخر كان لازم يقف فكان شيء ما ينفعش نجمية متى صعبة فعمل وقفات استطاع أن يعالج هذه يعني هي مش أنا مش شايف إن هي قصور أو عيب في الشعر ولكن عبد الوهاب استطاع إن هو برضو يستخدمها استخدام تنغيمي يعني برضو أعطت شيء من شيء جديد عند السمع يعني هي مناسبة إنه كمان يستعرض قدراته. وبعدين هنا عبد الوهاب قال عندما كأن في سؤال صيغة السؤال عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنصر اسأل كلمة اسأله هنا بدأت سؤال هنا اسأل الليلة عن نجمي متى نجمي يظهر يبدأ عبد الوهاب هنا مقام الرصد طبعا هيبدأ يعني حتى علم بحالي لما نسمعه في علم بحالي وهو هنا بيعمل شيء من التطريب ونبص نلاقي مثلا كل نجم راحة في الليل بنجم يتروى كلمة يتروى برضو يتنور يتنور نعم كلمة يتنور برضو تحس ان فيها برضو شيء تطريب وفي نفس الوقت
بيمهد الانتقال لجزء صغير جدا يلمس مقام الحجاز من رصد للحجاز. احنا عايزين نسأل الدكتور مدحت عن يتنور دي يتنور هل هي يعني تقترب من العامية؟ يعني الحقيقة انه احيانا الصيغ التي تأتي في القوافي تكون مفتعلة. بمعنى انه في هذا الفعل موجود، يعني الشعر القديم بيقول تنورتها من اذرعات واهل بيتها كذا، فتنورتها ويتنور موجوده. انما في القوافي بتكون صعبه جدا، لانه ممكن يعني ياتي ببدائل كثيره جدا ليتنور ويتمظهر ويعمل كل حاجه. انما هكذا كتب الشاعر وهكذا تصرف عبد الوهاب، لانه بالفعل لولا الواو وراها راء كان الفعل ده خنق عبد الوهاب في الاداء. لانه اداله حرف مد واداله حرف متكرر مرن في الاخر، وهذا هو السر وراء انه الشاعر محمود ابو الوفا بيغير الروي والقوافي باستمرار. تصدق انا ما تخيلتش انها تنور لسبب، حتى بسمعها كنت قلت يتروى او يتورى يعني لان يتنور انا حاسس عارف ان هي كلمه لا كلمه عربيه تكثر من العاميه، لذلك انا بس حتى زي عربيه قديمه كتبتها غير يتنور خالص. يتروى او يتورى يقول انا قلت هي حاجه زي كده ان هو يعني يستخبى او بالدار حاجه زي كده، فاهم معناها حضرتك قلت، بس انا ما قلتش ان الزميل خالد علي وصل الان ليستكمل معنى تسجيل هذه الحلقه. نرحب به، تفضل استاذ اشرف عبد الرحمن. وهذه الموسيقى الوهابية التي وضعها في عندما يأتي المساء، هذا النص السهل الجميل والسهل الممتاز. طبعا القصيدة دي عبد الوهاب معروف انه هو، انا شايف وجهة نظري انا كناقد موسيقي، ان عبد الوهاب اعظم شخصية لحنت اعظم ملاحظ لحن قلب القصيد. هو عنده نوعين من القصائد، في قصائد مطولة واحنا عملنا منها برضو بعض الحاجات زي كيلوباترا ودعاء الشر والكرنك والجندول، وفي قصائد اللي هي القصائد القصيرة، والقصائد القصيرة دي قليل قوي لما هتلاقي ملحنين عملوها. عبد الوهاب تميز في هذا النوع اللي هو القصائد القصيرة، زي عاشق الروح والحبيب المجهول، بس الحبيب المجهول ده بالعامية بالعامية المصرية، لكن عندما يأتي المساء النظيف ليها جفنوه علم الغزل، وجفنوه علم الغزل لبشارة الخوري الاخطر الصغير. عشان نتعرض لها باذن الله في حلقة قادمة، والاغنية برضو اللي غناها عبد الحليم في فيلم الخطايا لست ادري برضو من القصائد القصيرة. فانا شايف ان هذه القصائد القصيرة ظهرت نتيجة برضو الدراما، يعني الفيلم مش محتاج ان هو يغني قصيدة نص ساعة، فلازم تبقى قصيدة عبارة عن 3 دقائق 4 دقائق، فالدراما هي استدعت هذا اللون من القصائد. انا شايف كده، يعني انا يعني ما فيش حد يعني قبل يحلل هذه الظاهرة ان القصائد القصيرة دي ليه ظهرت. معروف ان القصيدة قصيدة مطولة زي حاجات ام كلثوم وراد السنباطي وحاجات عبد الوهاب برضو، انما انا شايف ان الدراما كانت هي سبب ان هو لازم تبقى فيه قصائد او نوع من القصائد قصيرة، خصوصا ان هي باللغة العربية الفصحى، والقصيدة طبعا لازم يبقى باللغة العربية الفصحى، فاضطر ان هو يعملوا هذه القصائد اللي هي القصيرة. هنا بقى عبد الوهاب ما غيرش في اللزمة الموسيقية، فضل مثبت اللزمة الموسيقية على غير عادته في طبعا القصائد المطولة، انه بيغير لزمة موسيقية كل جزء يغنيه، يغير اللزمة الموسيقية الفاصلة. هنا بعد ما هيخلص على الافق محير هيبدا اللازمه يعيدها تاني اللي احنا سمعناها في الاول، والوقفه في وقفه كده جميله محير هنسمع بقى اللازمه وبعدين ندخل على الجزء الثاني من القصيد. كل نجم راح في الليل بنجم يتنور، غير قلبي فهو ما زال على الافق محير. كل نجم راح في الليل بنجم يتنور، غير قلبي فهو ما زال على الأفق محير. يا حبيبي لك روحي لك ما جئت وأكثر، إن روحي خير أفق فيه أنوارك تظهر.
استاذ اشرف عبد الرحمن ناخد الموسيقى. هو هنا ما عادش لازم، انا كان عندي تسجيل لو كان عادي لازم، لانه طبعا تسجيلت قلت في الفيلم لازم جميل. لازم هنا هو غير، دي مش نفس المقدمه الموسيقيه اللي هي اللي انا نويت ان يعني هنعمل المقدمه، ولكن التسجيل اللي عندي سمعت انا ان هو عاد نفس. المهم هنا برضه ابو هاب مازال في مقام الرصد، بس الجديد هنا ان ابو هاب بيعمل لازمه حاجه اسمها كروماتيك. يعني المرد بتاع بعد لك ما شئت واكثر دي اسمها كروماتيك. ويا حبيبي برضو ما حتى حلو مقام الرصد. نعم. فاللازمه اللي بترد عليه ليست من نفس مقام الرصد، اللازمه مختلفه عن المقام اللي هو بيقوله. كلمه واكثر نلاقي ان عبد الوهاب جاء عند كلمه واكثر واعطاها شيء من يعني وقفه، يعني ما شئت هو يعني كلمة وأكثر مختلفة شوية في الأداء عن بقية الكوبليه. كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا، نلاحظ أنه وعدها بشكل تطريبي في المرة الثانية. وهنا يعني عبد الوهاب ما زال في مقام الرصد، رغم أن انتقالات عبد الوهاب المقامية ليست هنا كثيرة في هذه القصيدة، ولكنه استطاع ان يؤدي مقام الرصد وكاننا بنسمع اكتر من مقام. يعني في اجزاء في مقام الرصد، يعني مثلا قبل كده لما قال غير قلب فهو ما زال على الافق محير، في كلمه غير قلب لمس بس حجاز، لان هو رصد، في رصد اسمه رصد بنسميه رصد السوزناك، بيبقى احنا بنقسم المقامات لجزئين. يعني كل هو 8 نغمات، الاربع نغمات الاولانيين والاربع نغمات التانيين. الاربع نغمات الاولين دول ثابتين، يعني مقام رصد لازم يكون ده رصد. الجنس الاول احنا بنسميه الجنس الاربع نغمات دول، الفرع بقى التاني اللي هو الاربع نغمات التانيين دول بيتغيروا، لما بيتغيروا بيبقى هو رصد برضو، بس رصد سوزناك، رصد سوزدولار، بيبقى رصد نوع من الرصد، ولكن بيبقى الجنس التاني ده مختلف. هنا بيبقى في السوزناك بيبقى الفرع جنس الفرع بيبقى حجاز، فبيدي الشيء من الشجن اكثر. يعني الحجاز معروف ان هو يعني زي بيدي شيء من الايه، من الشجن الحجاز. فمع الرصد بيدي سلطنه. فمقام السوزناك ده مقام رصد وبه الشجن والسلطنه في نفس الوقت. فبيجي بيستخدم جنس الحجاز ده بيستخدمه في بعض الاجزاء ويرجع تاني للرصد. هنسمع بس، عايز نسمع اللازمة الكروماتيك اللي هو بعد يا حبيبي لك روحي لك ما شئت وأكثر. الكروماتيك ده استخدمه عبد الوهاب برضه لأول مرة سنة 28 في قفلة أهون عليك. استخدم كروماتيك اللي هو كروماتيك يعني إيه، أنصاف أتوان، يعني بدل ما يمشي دوريمي كده يبقى يمشي را 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 كده، يعني بيمشي نص تون نص تون نص تون، ده مش عندنا في الموسيقى العربية. انه ده شيء بيستخدمه في الغرب وفي الاوبرات وفي الموسيقى الاوروبيه، استطاع ابو وهاب انه يستخدمه والناس تقبلته منه في مونولوج اهون عليك وابهروا بيه، رغم انها كانت تجربه صعبه جدا، ان هو كان متخوف جدا ان الناس ما يقبلوش هذا الكروماتيك لانه بعيد عن اسمعنا كشرقيين او عربيين. نسمع هذا الكروماتيك في عندما ياتي المساء. لك روحي لك ما شئت وأكثر، إن روحي خير أفق فيه أنوارك تظهر، كلما هو ده الكروماتيك، ليس من مقام، يعني مقام الرصد بيغني في الرصد والمرد كروماتيك اللي هو الشيء اللي ادانا حتى شيء من الحزن والشجن شويه. نعم. استاذ دكتور مدحت الجيار الناقد الادبي الكبير يضج دائما محمود ابو الوفا في معظم اشعاره بالشكوى مما حدث له من الدهر والزمان والناس والاصدقاء، لكنه في هذه القصيدة يعني ربما الشكوى كانت أقل بكثير، أنه يشكو الليل. لأن الليل هو الوقت والمكان الذي يتشكى فيه الإنسان إلى نفسه،
ولهذا القصيدة كلها عبارة عن لحظة تذكر ولحظة وحدة بيتعاون فيها الماضي مع الحاضر، وبيتعاون فيها الخيال مع القدرات الخاصة في التصور. حتى انه الفيلم السينمائي حينما صور هذه الاغنية في الليل في الليل وبيجيب نجمة برضو في السماء وفي مكان عالي ولوحده لا يوجد احد معه. بس انا شايف برضو الدكتور مدحت ان هو يعني محمود ابو الوفا استطاع، انا بالنسبة لنا انا طبعا لست شاعرا ولكن انا حسيت في الكلمات حالة حلوة جميلة، انا اداني طعم الليل وجو الليل، عايشني في هذا الجو بهذه الكلمات. صحيح. اذا كان حتى هو ربما يعني ازاد هذه الصوره الحان عبد الوهاب. لا وانا للامانه حسيت يعني فعلا ان في نجم بيظهر وفي نجوم تنصر وجو الليل، حسيت فعلا اعطاني هذا الجو الريفي الجميل اللي انا يعني عشته فتره من كثيره من حياتي. هو استطاع باسلوبه ان هو يوصل لي هذه الفكره واعيش في هذا الجو وهذا الاحساس، بغض النظر عن ان بقى في كسرات او في ايقاعيه او كسرات في القافيه. ايضا الليل لدى شعراء الرومانتيك هو المكان الخاص بالاحلام الخاص بالتسريب الطاقات الزايدة. يمكن عشان انا رومانتيكي شوية بس انا برضو بميل للرومانتيكية دي انه لا يمكن الشاعر في قصيدة يوصف حالة حب بالنهار. لا يمكن. دائما الليل هو يعني يعني محاط لدى الشعراء بهذه الجلالة. حتى لما عملنا سكن الليل استاذ احمد حسينا برضو جو الليل يعني يعني عبد الوهاب ايضا يعني محمود ابو الوفا بيقول في 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 بعض مقاطع يعني قصائده في مزهري الحان اخشى اغنيها اخشى على الاوتار من هول ما فيها، يعني ايضا يعني يعني ربما العيشه او الحياه الاجتماعيه في بدايه الاربعينيات او نهايه الثلاثينيات ربما كانت يعني لها تاثير كبير في الشعر. كانت اجواء الحرب العالميه الثانيه وهذه الاجواء اللي سببت في العالم كله ازمه اقتصاديه ضخمه جدا، بالاضافه الى الحاله الاجتماعيه الصعبه للشعر. ولهذا يمكن الرومانتيكيه في تلك الفتره في العالم العربي كله كنا نسميها دي يعني رومانسيه الشكوى. رومانسية السؤال، رومانسية الألام أو التشاؤم. وأعتقد أنه أبو الوفا كان نموذجا لمثل هذه المشاعر ولمثل هذه الحالات الصعبة. ولهذا بتكون القصيدة محاولة لتسريب الجهود يعني الضاغطة عليه، أو على الأقل هي نوع من تجلي الذاكرة، يعني بيشغل ذاكرته وبيرمي فيها أشياء من التصوير الذي يريح النفس. ولهذا يعني بيتقدم عن يتكلم عن الزهور، يتكلم عن الورد، يتكلم عن المية، يتكلم عن المطر، لأن هذه أمور طبيعية تجلب للنفس السعادة. يقول أبو الوفا أيضا كأنني فكرة في غير بيئتها بدت فلم تلق فيها أي إقبالي، أو أنني جئت هذا الكون عن غلط فضاق بي رحبه المأهول والخالي. يعني ما هنا بقى ما يسمى بالاغتراب لدى الشاعر بقى. الشاعر مغترب عن وطنه، مغترب عن ذاته، ومغترب عن كل شيء بيفعله. هذا الاغتراب يعني بالضبط يعني في علم النفس انه لا يمتلك. لا يمتلك العالم الذي يعيش. فيعيش في عالم مستلف ومستلف من اي مكان اخر، وهو دائما ما يكون عالم مؤقت. ينفي عن الشاعر هذا القلق او التوتر، وينفي عنه حده الحياه وحده المواقف. ولهذا بنجده دائما ما يشغل الذاكره. لانها تسعفه باوقات حلوه، اوقات رخوه، بدل هذه الاوقات الصعبه التي يصب فيها الزمان يعني غضبه على الشاعر. اهم الدواوين التي اصدرها هذا الشاعر الراحل محمود ابو الوفا. كل دواوين الشعر مرتبطة بهذه الحالة النفسية. ابتداء من أنفاس محترقة. أشواق. الأعشاب. أناشيد دينية. أناشيد عسكرية. عنوان
او عنوانه النشيد. نعم يعني زي ما حضرتك قلت في البداية انه كان شعره معظمه في مناسبات. مناسبة. انما يخرج من الوجدانيات او الشكوى يذهب الى المناسبات. طبعا. نعم. لانه المناسبة بالنسبة للشاعر مثلا محمود ابو الوفا في ضائقة مالية دعم الحصول على المال. نعم. طبعا. واعتقد انه الاستاذ العقاد ومدرسة الديوان شنت هجوما صعبا جدا على احمد شوقي. نعم. لشعر المناسبات. لانه قال في عيد الجلوس الملكي. قال في عيد جلوس الخليفة العثماني. قال في استقبال الكاتب الفلان. طبعاً. قال في ذكر شيكسبير وهكذا. هل شعر المناسبات يقلل يعني من الشعر يعني؟ ما ربما يقال في غير موضع. يقال في غير موضع. يعني انت امتدح انسانا ربما يختلف عليه الكثيرون. وهو ايضا مع يعني اضافة لهذا انه في شعر المناسبات أنت تفتعل اللحظة. نعم. يعني حين يقال لشوقي غدا سنفتتح جمعية اجتماعية للأيتام ونريد منك قصيدة. بيجلس يكتب قصيدة ليقرأها هناك. لم تمر التجربة الشعرية علي. ما فيش تجربة. هو قاصد. لكن شوقي شاعر من الأغنياء في تلك الفترة. فلا يهمه أن يكون فيه عائد مادي. مزبوط. لكن لو حافظ إبراهيم اللي رايح أو محمود أبو الوفا وراح ياخد فلوس. طب ما ادلوش فلوس مش هروح تاني. نعم. لان اكل عيش ووظيفته. نعم. في الجزء الاخير بقى من القصيدة. نعم. هل ترى يا ليل احظى منك بالعطف علي. هنا عبد الوهاب في مقام الرصد. وده انا شايف احلى كوبليه بالنسبة يعني غنائيا يعني. نعم. عبد الوهاب هنا عمال يجود وفي الاعادة لما هنسمع دلوقتي هنلاقي ان هو كلمة بالعطف علي وكلمة والمنى بين يدي. نعم. في الإعادة بيبقى مختلفة تماما. وده هو عبد الوهاب انه في الإعادات ما بيعيدش كل مرة زي التانية. وهنا قمة السلطنة في مقام الرصد علشان يختتم قصته. بالعطف علي فأغني وحبيبي والمنى بين يدي. بالعطف علي فأغني وحبيبي والمنى